حتى لا انسى باش ما ننساشي هذا الفيديو غادي تلقاوه في فيسبوك، عندي واحد الصفحه في فيسبوك انجلش ويذ قلوش، فحال يوتيوب فحال فحال، يعني الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اذا اليوم غادي نهضروا ان شاء الله على واحد الدرس مهم، ذا موست امبورتنت ليسن ان انجلش، اهم درس في اللغه الانجليزيه هو برونونسيشن، هو النطق، كيفاش تنطق الكلمات. فاذا كنتي كتنطق الكلمات مزيان فاكيد غادي تكون لونغلي ديالك مزيان، فاكيد غادي تعجب الناس الاخرين، واكيد غادي يقول هذاك السيد راه واعر كنطق مزيان، حتى وان لم يكن رصيدك المعرفي كبير. يعني واخا ما يكونش عندك الكلمات بزاف، واخا ما تكونش عارف اللونغلي بزاف، اذا كان عندك غير النطق مزيون فالاخرين غادي يقولوا هذا السيد تبارك الله عليه، يعني من خلال النطق مش على الصوت. اذا قلنا النطق هو اهم حاجه في اللغه الانجليزيه، برونونسيشن. اليوم غادي ان شاء الله نهضروا على النطق. كاين شي كلمات كيكون عندهم قواعد، شي حروف كيكون عندهم قواعد، يعني كنطبقوهم صافي انت كتنطق الكلمات مزيان. كاين شي حويجات لا خصك ضروري تبقى تسمع بزاف، يو هاف تو ليسن از ماتش از يو كان، يعني خصك تبقى تسمع قدر المستطاع باش كتقلد ديك الكلمات اولا كتحفظ ديك الكلمات، فما عندهمش قاعده معينه. كاين شي حويجات عندهم قاعده، كاين شي حويجات لا خصك تبقى تسمع وتهضر الى اخره حتى كتقلدهم حتى كتحصل على النطق ديالهم الصحيح. لكن اليوم جبت لكم شي قواعد كنطبقوها كتمشي مزيان مع اللونغلي وكتلقى راسك كتنطق اللونغلي بخير. اذا غادي نبداو باش ما نعطلكمش، لكن ما تنساوش اللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، اللي عجبو الفيديو يعمل لايك، اللي عنده شي سؤال مرحبا به يكتبوا التعليق، اللي بغى يشجعنا مرحبا به يشجعنا في التعاليق، اللي عنده شي طلب شي حاجه مرحبا به. غادي نحاول ما نكثرش عليكم، يكون فيديو ماشي طويل بزاف رغم ان هذا الشيء راه كيحتاج كيحتاج الهضره بزاف، فيه ما يتقال الى اخره، خصك القواعد بزاف، خصك يعني الفيديو يكون فيه ساعه وانت كتفرج. حاولت نعمل واحد الفيديو صغير ان شاء الله، نجمع لكم غير شي قواعد وصافي، ونحاول نعمل داك المونتاج يعني هيدا وصافي، مونتاج سواقي وصافي، حيت صعيب نعمل كل كلمه بوحدها الى اخره. فغادي نبداو ان شاء الله. اذا غادي نبداو بالقاعده الاولى. القاعده الاولى عندنا دي ار، كيقول لك اذا كان عندك دي ار في اللغه الانجليزيه ملي كنبداو سواء كان فعل ولا كلمه ولا كما كانت، يعني فعل ولا ناون ولا اللي كان، دي ار كتنطق درا، كيقولوا درا اوكي. اذا بغينا نقولوا اشرب كنقولوا درينك درينك، درايف كنسوق الطوموبيله كنقولوا درايف. اذا غادي نحط لكم بعض الامثله ونقراهم معكم. اذا عندنا درينك، dream، drama، drive، taxi driver، draw، drop، dress، dress ماشي دريس دريس لا dress، draft، drum، dry. نعاود: drink، dream، drama، drive، taxi driver، draw، drop، dress، draft، drum، dry. شنو الشرح ديال هاد الكلمات؟ انا درينك اشرب، دريم احلم او الحلم، دراما هي الدراما، درايف اقود وكنسوق، تاكسي درايفر سائق تاكسي، درو ارسم، دروب يسقط وكيطيح شي حاجه، دريس 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 كسوه، درافت هي الوسخ، درام هو الطبل، دراي يعني ذاب ولا شي حاجه كيقولوا نشفات، دراي اوكي مزيان. القاعده الثانيه هي تي ار، ملي كتكون عندنا تي ار فكنطقوها ترا، كنقولوا ترا اوكي ترا. اذا بغينا نقولوا حاول مره اخرى كنقولوا تراي اجين، تراي هي حاول، تراي تراي. اذا غادي نلقى معكم الكلمه تعاود، عندنا تراي، ترافل، ترين، ترانسفورم، ترانسليت، ترانسبورت، تريت، traditions، trap، trousers. اوكي نعاود، انا try، travel، train، transform، translate، transport، treat، traditions، trap، trousers الى اخره. اي كلمه كتبدا بهاد تي ار فكتقرا ترا ترا اوكي. اذا غنبداو بالكلمه الاولى، نبداو بالشرح. انا try، حاول يحاول، travel يسافر، train هو القطار، كاين train يتدرب وكاين القطار، transform يعني كتحول شي حاجه، transformي، translate كنقولوا translate translate،
هي تترجم. transport وسائل النقل. treat يتعامل. traditions تقاليد. trip رحلة. trousers هو السروال، كيقول السروال trousers. اوكي دابا ندوزو القاعدة الثالثة، عندنا سي اتش. ملي كتكون عندنا سي اتش كنقراوها تش، اوكي التاء والشين كنقراوها تش، سي اتش كتقرا تش. عندنا cheer، channel، challenge، chapter، chat، chicken، choose، cheese، chick، choice، chocolate، coach، march، teacher الى اخره. نعود، عندنا cheer، channel، challenge، chapter، chat، chicken، choose، cheese، chick، choice، chocolate، coach، march، teacher. اوكي مزيان، نعاود نشرح هادشي بالعربيه. عندنا cheer كرسي، channel قناة، قناة اليوتيوب، challenge تحدي، chapter شابتر يعني مقطع ولا مقطع ولا فصل، chat يدردش، chicken دجاج، choose اختار، cheese الجبن، check يعني كيشوف، check your email يعني كيشوف الايميل ولا كيشوف يتفحص باللغة العربية كيقولوا يمكن، choice اختيار، chocolate شوكولا كيقولوا chocolate، كوتش، كوتش هو الكوش، هو مدرب ولا مدرب، ماتش هي بزاف كنقول ثانك يو فيري ماتش، ماتش هي بزاف. كاينه تيتشر، تيتشر هو استاذ. اذا ندوزو القاعده الرابعه، اربعه ديال القواعد. القاعده الرابعه عندنا اس اتش، ملي كتكون عندنا اس اتش از برونونس لايك الش، كنطقوها الش الش. اوكي مزيان. اذا عندنا الكلمه الاولى شارك، شير، شادو، شو، شوز، شوت، شاين، شيب، فنش، انجلش، براش، فريش، ويش، ديش الى اخره. نعاودو، عندنا شارك، شير، شادو، شو، شوز، شوت، شاين، شيب، فنش، انجلش، براش، فريش، ويش، ديش. نشرحهم بالعربية، عندنا شارك بيبي شارك هذاك القرش، شير بارطاجي يعني يشاركو، شداو هو الظل، شاو يعرض كيوري كيقولو شاومي هي وريني اريني، شاو هو يوري شيئا ما، شوز هو الصباط الحذاء، شوت يصيح، شاين يلمع، شيب شكل، فينيش ينهي، انجلش الانجليزية، براش يغسل الاسنان ولا براش يمشط الشعر، فريش طاري، وش يتمنى، دش وتوصيل. اوكي اذا هذه القاعده الرابعه. دابا ندوزو للقاعده الخامسه. القاعده الخامسه هذه الكلمات كنعطيكم الاكثر استعمالا، الكلمات اللي كيتستعملوا بزاف. عندنا ملي كتكون دبليو ا، ملي كيجي دبليو ا في الاول يعني دبليو اي، كتنطق و بحال الواو والضمه كنقولوا و. اوكي و، مثلا عندنا وونت، وندر، وور، وورن، وورم، واش، watch، water، wall، walk. نعاود، عندنا want، wonder، war، worn، warm، watch، wash، watch، water، wall، walk. نعاود نشرحهم. اذا عندنا want اريد، اذا بغينا نقولوا انا اريد I want، want هي اريد، wonder اتعجب، war الحرب، warn احذر، warm معتدل، جو معتدل، واش اغسله، واتش اشاهده، واتر الماء، وول حائط، ووك امشي. لكن ماشي دائما هذه القاعده كنطبقوها، بعض المرات كتلقى دبليو اي يعني ما كتنطقش و، مثلا كتنطق و. عندنا اكسبشنز، بحال مثلا كيكون اكسبشنز يعني استثناءات، بحال مثلا واي، بحال مثلا ويف، بحال مثلا ويفي، بحال مثلا ويست الى اخره. فبعض المرات كيكون اكسبشنز ماشي ديما هادشي خدام، لكن هاد الكلمات خدامين مزيانين. اذا نعاود، عندنا ويف، ويفي، واي، ويست، ويف، ويفي، واي، ويست، هادو استثناءات كيقراو وا. اذا ويف يعني موجة، موجة الامواج ديال البحر كيقولوا موجة، ويفي مموج، شعر مموج، واي طريق، لاغوت، واي او لا ميثود، لا مانيير تقولوا واي. وكاينه ويست يضيع، ويست. مشى لي الصوت، والو الصوت انا مشى ملي جيت نعمل هذا الدرس ديال برونونسيشن مشى لي الصوت. القاعده السادسه، ملي كتكون عندنا السي،
سي ا ياك سي ا سي يو سي او هادو اي كلمه كتبدا بهادو ولا كتسالي بيهم عندنا سي ا او لا سي او لا سي او سي ا سي او سي يو هادو كتقرا ك اك كنقولوا مثلا كات كيوت كوت اوكي اذا غنعطي اكزامبلز على هادشي عندنا نبداو بسي ا اللي كتكون سي ا عندنا كات كاميرا كارتون كابتشر كاتيجوري كانسل كيبل كامل كاندل نعاود كات كاميرا كارتون كابتشر كاتيجوري كانسل كيبل كامل كاندل كات قطه كاميرا هي كاميرا كارتون رسوم متحركه كابتشر يصور كاتيجوري يعني لا كاتيجوري طبقه ولا لا كاتيجوري كانسل ينهي كيبل ولا كابل كابل كامل جمل كاندل هي الشمعة ندوزو ل سي او سي او عندنا كو اذا كنقولوا كونتاكت كونتاكت ولا كونتاكت كتقرا ك ولكن ماشي كو لا كنقولوا كونتاكت كونتاكت كونسيدر كوميدي كوميدي كوتش كمانت كمبيوتر كمبيوتر كمباني كوركت اند كنترول نعاود كونتاكت كونسيدر كوميدي كوتش كمانت كمبيوتر كمباني كوركت كنترول اذا كونتاكت يعني كتكونتاكتي شي واحد كونسيدر تعتبره كوميدي هي الكوميديا كوتش قلنا هو هذاك اللي مدرب كمانت يعلق كومونتير كمبيوتر والكمبيوتر كمباني شركه كوركت كوريجي وكاينه كنترول يراقب كاينه اخيرا سي يو قلنا سي يو كتنطق كتنطق اك بحال مثلا عندنا كيوت كيريوس كاب كاستمر كات كالتشر كيور سيكيور نعاود كيوت كيريوس كاب كاستمر كات كالتشر كيور سيكيور اذا كيوت كتعني شي حاجه مزيونه كيوت ظريفه نقيه كيوت مزيونه كيريوس فضولي كاب وكاس كاستمر زبون كات يقطع كالتشر ثقافه كيور شفاء سيكيور محمي بعض المرات اذا كان عندنا سي ال فكتقرا ك سي ال كنقولوا كل كلود مثلا كلير انا نعطيكم شي امثله مثلا فوقاش ما لقيتو سي ال كتنطق ك هذاك السي كتنطق ك اوكي اذا عندنا كلاس كلود كلوز كلير كلايم كلوز كلاب كلين كلوك الى اخره فهادو غير مجرد امثله هما باقي كاينين اخرين كاينين بزاف انا غير عطيت امثله وصافي باش ما يجيش الفيديو طويل انا بامكاني نعمل امثله وندخلهم في جمله الى اخره فقلت غير باش تعرفوا قاعده وصافي نعاود اذا عندنا كلاس كلود كلوز كلير كلايم كلوز كلاب كلين كلوك كلاس قسم كلود سحابه كلود سحابه كلوز يغلق كيشد كلير واضح كلايم يتسلق كلوز ملابس كلاب يصفق كلين ينظف كلوك ساعة ندوزو الحروف آخرين عندنا سي اي و سي اي سي اي و سي اي كتنطقو سي عادي كتنطق سي اوكي ندوزو الأمثلة إذا عندنا سنتر سي او نبداو بالسي اي سنتر سنتري كاين السي Center, century, certain, ceremony, dance, advice, practice, office, nice, force, notice, peace, space. نعود. Center, century, certain, ceremony, dance, advice, practice, office, nice, force, notice, notice. We say notice, 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 peace, space. إذن center هو centre, centre ville, centre يعني مركز center. Century هو قرن certain يعني certain certain شي حاجة ceremony هو احتفال dance يرقص advice نصيحة practice ممارسة office مكتب nice ظريف لطيف force كتفورس شي حاجة يعني تجبره notice ملاحظة ولا النقطة نقطة ولا ملاحظة peace سلام space الفضاء عندنا سي اي كتقرا س اذا عندنا circle circle cinema city civil citizen الى اخره circle cinema city civil citizen circle دائره cinema هي السينما
سيتي هي مدينة، سيفيل شي حاجة مدنية، وكاين سيتيزن هو المواطن. إذا هذا فيما يخص هاد سي اي او سي اي ان سي اي ان سي اي. اوكي مزيان، دوزو نشوفو اخرين. بعض المرات كتكون عندنا او هي او ولكن كتنطق ا، هي او ولكن كتنطق ا. مثلا عطينا مثال، مثلا نشوفو عندنا سام، ماني، كام، ويلكم، دانكي، ماذر، something، not، monkey، discover، cover، become، wonderful، brother، honey، control، company، concentrate، one، nothing، إلى آخره. بزاف ديال الكلمات كتلقى أو ولكن كتنطق أ. نعاود، عندنا some، money، come، welcome، donkey، mother، something، not، monkey، discover، cover، become، wonderful، brother، honey، control، company، concentrate، one، nothing. يعني concentrate، concentrate، one، nothing. نشرح هادو بالعربية. إذا عندنا some كتعني بعض، money الفلوس، الفلوس نقود، كم يأتي، ويلكم مرحبا، دانكي حمار، ماذر الأم، something شيء ما، نات لا يعني ليس، لست نات، مانكي قرد، ديسكفر يكتشف، كفر غطاء، بيكم يصبح، وندرفول رائع، براذر أخ، هاني العسل، كنترول 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 يراقب، كامباني الشركة، كونسنتريت يركز، وان هي فزت في الماضي، فوزتو، nothing لا شيء. إذا هذه أو كتقرأ A. كين إذا عندنا جوج ديال الحروف ملي كتكون A and I، ملي كتكون AI AI كيقولوا باللونجلي A and I كتقرأ I، بحال مثلا day، بحال مثلا way، كتقرأ هذيك A. أوكي إذا A and I is pronounced like I I، بحال مثلا wait wait ماشي white، wait wait. اوكي اذا عندنا wait، نعطيكم امثله على هذا الشيء. عندنا wait، made، explain، complain، paint، rain، daily، brain، train، jail jail. اوكي wait، made، wait، made، explain، complain، paint، rain، daily، brain، train، jail jail. اوكي wait ينتظر، انتظر، made خادمة، عاملة، خادمة، made، explain explique يعني كيشرح، complain يشتكي، paint يرسم ولا يصبغ، rain تمطر او للشتاء مطر، daily يومي، brain دماغ، train يدرب او للترن والقطار، jail الحبس السجن. اذا هذا فيما يخص A and I. إذن هذا ما كان في هذا الفيديو. إن شاء الله غادي نحاول نعمل الجزء الثاني لهذا الفيديو، حيتاش إذا عملت الفيديو هذا الشيء بهذه الطريقة يعني غيجي داك الشيء طويل، فغي سمحونا غادي نحاول نوقفوا لهذا الحد. إن شاء الله نزيد البارتي الثانية فوقاش ما لقيت الوقت، إن شاء الله نعمل لكم بارتي الثانية، فحاولوا تركزوا على الفيديو. فبرونسيشن مهمة بزاف، pronunciation is very important، يعني خصكم تركزوا على pronunciation بزاف وكيفاش كنتقول كلمات كذا باش تبانوا واعرين، باش ماشي تبانوا واعرين وانما واعرين في اللغه الانجليزيه، يعني كتنطقوا الكلمات مزيان، خصوصا الاستماع. شوف الاستماع كيلعب واحد الدور كبير، اذا كنتي كتستمع فغادي تتعلم اللغه الانجليزيه، غير استمع وصافي، واخا ما تفهمش نهار الاولاني التالي التالت كتبقى تهز الكلمات، تفرج الافلام، تفرج فيديوهات، بودكاست، الموسيقى، المهم شي حاجه اللي غتنفعك، موسيقى الصامتة، الموسيقى اللي يعني غير كلمات مزيونين، يعني شوفوا حاجة اللي مزيونة، ماشي فيديو كليب ولا لا، غير كتسمع وصافي الكلمات كيفاش كينطقوا وكذا إلى آخره، وكتشوف ليركس الكلمات. فهذه النقطة مهمة جدا. إذا غادي نكتفي بهذا القدر، فسمحوا لي إن شاء الله نحاول نعمل بارتي الثانية، حيتاش الفيديو غيجينا طويل، وباش نعمل مونتاج خصني نص نهار باش نعمل مونتاج. إذا جيت نهضر على جميع القواعد ديال اللغة الإنجليزية ونعطي الأمثلة ديالهم والكلمات إلى آخره، فخصك واحد ساعة جوج ساعات باش يلاه نعمل كل شيء. فدابا عملت النص، إن شاء الله فيديو مقبل نعمل النص الآخر. سبحان الله غير جيت نعمل
غير جيت نعمل النطق مشى لي الصوت، مشى الصوت مره مبغبغ. اذا سوف اراكم في فيديو لاحق، ما تنسوش لايك، عملوا لايك راه كنشوف المشاهدات طالعين، لايك والو، عملوا لايك وشجعونا صافي. ما كنتش كنقول عملوا لي لايك، دابا صافي خصني نبقى نعملوا لي، نقول لكم عملوا لي لايك، عملوا لي لايك باش نجمع شويه اللايكات باش يتحركوا الفيديوهات ديالي باش يطلعوا الناس الاخرين. حنا بغينا غير الاجر، انا راه ما كنربح والو، انا بغيت غير الاجر، الناس يدعيو معايا، الناس يستافدوا، الناس اللي مهتمين باللغه الانجليزيه يتعلموا كذا، هذا هو الاهم. انا ماشي زعما كنربح شي حاجه في يوتيوب ولا كنتبع يوتيوب ولا لا، لان الاجر ربي هو اللي غيخلصنا، ربي هو اللي غيجازينا. فانا كنبغي نعمل الخير، كنبغي نعاون الناس يستافدوا وبس فقط. فاذا شجعتونا بلايك، عملتوا شي تعليق، فهاد الفيديو غيطلعوا للناس الاخرين ويستافدوا الناس الاخرين. راه ما كنربح معكم حتى حاجه، راه ماشي صحاب لك ملي غتعمل لايك نربح معك درهم ولا 50 فرانك ولا 2 درهم، راه ما كنربح والو، لا شيء. اوكي، لا شيء، يعني عادي تفرج، بغيتي تدعي في نفسك دعي، بغيتي تعمل لايك اعمل، بغيتي تعمل التعليق هو هذاك اللي عملتي هو هذاك. انا غير الهدف ديالي باش يطلع الناس الاخرين وفقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.